الحقيقي في تحول الخطة أو الشاكل. كل لعبة كوب هو الإيذان الحقيقي لتقدم السالية. كوب أول الشواهد تحلق في استاد حمد بن خليفة من أول أهداف مع السالية في الموسم الحالي بالرأس وضعها في شباك حارس المرمى إيفينالدو رودريغيز. نعم نعم الشواهد تفتتح أول الأهداف. إيفينالدو وقف بين صالح وبين الحاج وضع الكرة في الشباك يعلن تقدم السالية بأول أهداف اللقاء. المعفي من الكرة محمد مدثر راحت لازار ثاني شوت جول جول جول. يا تغييراتك يا سامي الطرابلسي يا أهدافك يا فالنتين. لازار ينجح في إحراز الهدف الثاني لصالح السالية. السالية تقدم بهدف ثاني. كرة ذهبت خطأ فادح وصلت إلى فالنتين لازار. الذئب ما يهر والعبث ما يفوت مثل هذه الكرات. الكرة اللي ذهبت بهذه الطريقة حطها من تحت يد الحارس المرمى إيفينالدو رودريغيز يعلن عن تقدم السالية بهدف ثاني في هذه المباراة. ما قدر. شوف الحاج شوف الحاج ويحاول اللحاق. حس بأن انتهت. حط آماله كلها مع إيفينالدو رودريغيز لكن فالنتين يومياً أكثر في الشوط الثاني. إيريك الاستلام طلال. إيريك خطيرة. إيريك يلعبها جول جول جول. أبو صلاح يحزم أموره. محمد صلاح يعود بالمرخية رغم العشر لاعبين الذي يلعب بهم من خلال هذه المواجهة لأرضية الملعب. لكن شوف جملة تكتيكية رائعة انتهت بهذه الطريقة. هذا اللاعب القادم إيريك يقوم بعمل مجهود كبير. الكعب في المرة الأولى الأسيست في المرة الثانية الفينيش الموجود مع وجود محمد صلاح ينجح في إحراز الهدف الأول المرخية تقليص الفارق. إيه نعم يوسف آدم علي المسافري فالنتين. هل يعني فريق نادي السيرية تراجع غريب. صافرة ركلة جزاء ركلة صالح الياري هذه المرة يقوم بعرقلة فالنتين لازار. دخول غريب جدا في وقت غير مناسب وبالتالي ركلة جزاء صحيحة يحتسبها حكم المباراة عبد الله العذبهت. إيفينالدو رودريغيز فوق نظرة التنفيذ. جول جول. صارت ثلاثة للسالية صارت ثلاثة للسالية. فوقنا الرينر من علامة الجزاء يسجل. شوط ثاني مثير جميل رائع. في ثلاثة مقابل هدف. بالخطأ ممكن نشوف رابع. الحرازي والتسديد. جول يا كبير يا فاغنر رينر. نعم فاغنر رينر ريبيرو نجم فوق العادة في هذه المواجهة. شوف ما تغلط مع فاغنر مع الحرازي التمرير بوم في المرمى. الكرة الماضية إيفينالدو رودريغيز ما شافها راح يشوفها في الإعادة. في الكرة الماضية تذهب إلى الشباك المرخية تعلن عن تقدم سيراوي برباعية مقابل هدف. خمسة في القسم الأول أربعة في القسم الثاني. فاغنر بعد الدقيقة